عمر. اليوم راح نجمع فحم وراح أول شيء راح نجمع حشر عشان نسوي فرن اليوم. ونجيب هذا تبع الشمع. طب جاهزين؟ بس أول شيء حط قدام عشان ما تضيع. بعد غروب الشمس. ليه؟ بس أولها. نحط الذهب في الصندوق عشان ما يضيع. أيوة. لحظة لازم نحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها ها لا سمعتوا قال خلينا
شكرا.